أكدت المحكمة الاتحادية أن عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالفا لأحكام الدستور. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المتضمن أن وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها، وبالتالي لا يجوز لسلطة تشريعية أن تشرع قانون يضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. إلا أن استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب.